السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم لقدي من أي ثما إلى فيديو تجديد ثم زوار ثنا حمد ربي وثنشكر مثقل ستظليه الفجر وخام ربي وثيان ذا النعمة تم قران وذي أي ثما غد نفل عباد سين الصناف الصنف هم زوارو إلا نتعسى تظلي ثيان صرف حظم قران أو قرات قرد وخام ربي الصنف السين أدنى في ثما وريفكار غزال ذا القيمة إذ ظلي ثي غسول كان تقلد وهو خمر بي وذي غي ثما باغد نذكر أي ثمث غيلان استهزال لغو فكان را غزال فكان را القيمة إذ ظلي الفجرية فان باغد نذكر أي ثمث نغ سكران الفضائل سكران القيمة ذوزال إفكان رب العالمين إذ ظلي الفجرين ثم زوار ثيما أنو ناضي ظل الفجر أذي لي الرعاية رب العالمين وكيحفظ رب العالمين من كل سوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح كان في ذمة الله، يعني غا كيحفظ رب العالمين من كل مكروه وكتاو غولا ذكرى يعني قاسني والسينما أذير غا كيحفظ رب العالمين صليت الفجرية من عذاب النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني ونرضي ظلن تصليه الفجر ونرضي ظلن تصليه العصر أتحفظ رب العالمين من عذاب النار أكين جو رب العالمين قسمس. ثالثا وكي جعل رب العالمين تصليه الفجر أنه السبع من بين أسباب أركش كشم رب العالمين الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر دائما من صلى البردين دخل الجنة، وإن راضي ظلن تظليت الفجر تظليت العصر السبغي وكنك جعل إيماء وكنك يا رب العالمين الجنة. وتظليت الفجر إيماء إيماء إجعلت شهود ذا الملائكات شهدن تظلي ثيني أكني غدنا رب العالمين جواليس أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني شاهدين زيس الملائكات أكني غدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم، يعني الملائكات تملقت قزليت الفجر تملقت قزليت العصر تسالين تدا العصر تطرن تدا الفجر مرض ملقت حضرنت إويكني يعني غيت زلان تزليت الفجر إويكني غيت زلان تزليت العصر أسماء غاد ملقان غرب العالمين أني سقسي رب العالمين أمشي غيث جيم العبادين فغسنين الملائكات أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني غد شاهد فلاك الملائكة ثيما أنه وسنت دا الوقت الفجر وفانك تزلط إرنا وسنت دا الوقت العصر وفانك تزلط فغد شاهد فلاك الملائكة وذير نغاك دبشر رب العالمين سبان ظليت الفجرية سيوث انتفاث يوم القيامة سيون النور كتج على رب العالمين يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم ويهني غيكت دون خمر بي يعني الظلام إواك نغي الزر تزليت الفجر نغي الزر تزليت العشاء إن يك بشريثن سيون النور بالنور التام يوم القيامة زيد بزيادة غيمة أذير نو غادي يكتب رب العالمين فلاش لاجر من زول التظليت الفجرية أما كنت قيمة الليل بأكمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرض من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ما تستظلت الفجر أما كن إيت بأكمله شيت صبيحات شيت صلات شيخ ذكرت رب العالمين وهي مرة غاك تكتب رب العالمين ظلاجر. وذير نو غادي سبع رب العالمين في الله صفة المنافقين لأنه لاش تظلي في الله المنافقين عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا نرقلين في الله أش تنظلت الفجر وحيد ظلت العشاء لأنه تظلنا قطلان وندي الزرر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو كان هذا عالم ذا شو يفكر بالعالمين ضجر ذا شو راك ذا الثواب ضجر يوم القيامة سبت وسيط زولة الفجر ذا العيشة إنك لو كانت تصد رسول كانت تحبط فراك يشتغل كي بعض رب العالمين صفة من صفات المنافقين. وذا شو راك ثرنو تيما مراك ديني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا شرا فرنوت
امرك دين النبي عليه الصلاه والسلام ما تستسكر اتزل سنه الفجرني اخرنا الدنيا ذين غيلا نزيس اخرنا الدنيا ذين غيلا ذين غيلا نزيس ثين غيثما يكفيها بركه وشرف افك يقصد يعني رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين انه يكني يتحفظ في ظله الفجر انه ما تصفت يعني نشيط البدن وطيب النفس تصفت يعني الصباح اني غادي كرون فورم بالمقابل ويكني غادي تسكن راه غازلي الفجر حاشا ما يشرق ديتيش غادي تصفت دائما يعني يفشل. وكان اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يدي قرن انه اسمر ذو حذي بنادم يعقد عليه الشيطان ثلاث عقد يعني غادي كي خم ثلاثه من تكروزين قرويه اما كنا كي سحر وكيني عليك ليل طويل يعني كيني يت يعني ضط ولانين فرقد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إلا ذكرت تذكرت اسم ربي تنحل عقدة أتفسين يوث تكرست ما إلا ذكرت تتوضد أتفسين تكرست ويسين وما إلا فزلد أتفسين تكرست وثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فتصبح نشيط طيب النفس يعني غتسيري تونفور ما إلا مذكرة ذي الظل فيصبح خبيث النفس كسلان تصفت يعني خبيث النفس إرنا غيفشل بدليل يتمثل الذكر في الساعة في العاشرة كي قال العار مازال عيق وين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إدي تبينك أي يتمع إرنا غيتوسق سان النبي صلى الله عليه وسلم في يون ورقاز ننس يا رسول الله أنه يون ورقاز إيين وذكر رغمدين لدي شرقتيش يعني غوري الزولارة فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه فمتجر غيمار وتجر غول تمار أنه الشيطان أذي جعل قمزوغيم حشاكم بيت الماء فمتجمر غاكاش تغيث ماء تصليت الفجر زريم ذا شو غسي جعل رب العالمين ذا زال ذا شو غسي جعل رب العالمين ذا الفضل لا شك أنه غاكاش تغيث ماء أتحفز كراوي تمثلنا كراوي تمثلنا أذكرت من بداية قوس كانت ظلنت الفجر وفقني الله وإياكم لطاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.